أهلا بكم. الحقيقة كان حوار مثمر مع الأستاذ الدكتور محمود وهبة وما حبيناش نثقل عليه، ولكن معنا دلوقتي الأستاذ الدكتور مصطفى شاهين. إذا كان الدكتور محمود وهبة فعلا بالفيديوهات لم يقل معلومة هنا في البرنامج ده أو حتى على صفحته، وهذه المعلومة مع الأسف لم تصدق، ما حصلش. أيضا الدكتور مصطفى شاهين نفس القصة، من بداية تعرفنا على الدكتور مصطفى شاهين ونحن نرى هذا الرجل برضو بالوثائق وبالفيديوهات لم يقل كلمة ولم تحدث، مع الأسف برضو بين قوسين. النهاردة يوم تاريخي في مصر، الجنيه اتفتح، اتعاوم للمرة الكام. ايه بقى أصداء ده عليك انت الدكتور محمود؟ انا بتكلم بشكل عام على الاقتصاد من فوق، خلينا نخش البيوت والمصاريف والجيب والأسعار. خلينا نرحب بالأستاذ الدكتور مصطفى الشاهين الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ محمد، سعداء بحضرتك. وأنا عاد تابعت أستاذنا الدكتور محمود وكنت أتمنى أن أنا ما أطلعش خالص والله لحد ما أطلع بقية الأسرار اللي أنت جرجرته فيها، والأستاذ عمال يتحفظ والحمد لله هو طلع لنا جزء كبير، كانش ناقص بس غير يطلع لنا رقم الحساب بتاع البنك. والله يا دكتور احنا يعني ناس حساسة وما حبيناش نضغط عليه يعني. لا ده هو لازم يطلع تاني، لازم الدكتور محمود يوفي، لان بصراحة يعني هو طلع على كنز. انا بلغوني والله الزملاء قالوا لي الدكتور مصطفى مش قلقان وبيقول يا ريت الحوار يكمل وانا ما عنديش مشاكل، انا قاعد استمتع واستمع. والله انا تمنيت اني ما ادخل واقعد اكمل لحد ما الدكتور محمود يطلع الامور دي للناس عشان الناس تعرف، لان هو اصل الدكتور محمود احنا مره تناقشنا انا وهو، فبيقول لي يا ابني انا خايف، وكان بيطالب ان الحكومه تمشي وتعلن افلاسها عشان يعفى مصر من الديون. قلت له هم فاهمين ده كويس جدا يا دكتور محمود، وبعدين هو ما كانش يعلم ان محافظ البنك المركزي اخفى على الرئيس مرسي 9 مليار وربع الوديعة اللي احتفظ بها الرئيس مبارك من حرب الخليج، وكان محتفظ بها موجودة في البنك المركزي. محافظ البنك المركزي اخفى على الرئيس مرسي، والرئيس مرسي ضغطت عليه شركات البترول عشان 3 مليار دولار، واحد المقربين المستشارين وقال لي هذه المعلومه ان شركات البترول قبلت تاخذ بالجنيه المصري بدل الدولارات عشان تاخذ حقها. فانت تخيل واحد زي الرئيس مرسي كان قال لهشام انديل، قال له يا دكتور هشام الخليج مش هيديك دولار واحد حرفيا. الان الدكتور محمود الان بالادله اثبتها لك، وانا يعني ببساطه جدا وانا قلت الكلام ده كتير قبل كده، لما انت تيجي ببساطه بحساب بسيط لما تقول لي انت كنت مديون بقرابه 43 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي والان انت 157 مليار دولار، تقوم انت تسال سؤال بسيط جدا، فرق بين 43 و 157 كام مليار؟ قول يا سيدي في حدود 120 مليار دولار ما استخلنا نقصت الطبيعي. فلو انت قلت 120 مليار دولار دولة المفروض احنا اسدتنا في المحاسبة بيعلمونا في حساب منه حساب له، انت دخلت 120 مليار دولار المفروض اشوفهم جبت والله قطرات جديد، عملنا المونوريل، عملنا اعلى برج، دولة كام يا سيدي حزبكم كام كله؟ لا تجاوز 30 مليار دولار. الباقي راح فين؟ هو بقى دي الإجابة اللي احنا توقعناها. الدكتور محمود الآن جاي له بالدليل، جاي له أن التحويلات تم خارج من داخل مصر وطلعت بره مصر. الدكتور محمود وضح لنا هذا الصورة، أنا كنت أتمنى هو يكمل وما زلنا أن احنا في انتظار من الدكتور محمود، وهذا أمر مهم جدا طالما فيها مصداقيه. لان انا قلت لك استاذ محمد ايه الدولارات راحت فين اللي دخلت البلد؟ يعني خليني بس اقول تاني يا دكتور، وده سؤال مهم قوي، اذا كان ديون مصر كانت حاجه و40 مليار ساعه ما جه السيسي، دلوقتي على حسب تعريف حضرتك وصلت الى 159 مليار.
157 157 مليار، الفرق أيوة. حوالي 120-130 مليار تقريبا يعني. تقريبا انت صرفت على البرج الايقوني والمقرات الحكوميه وقصور الرئاسيه قول صرفت 50 مليار مثلا ويت. وده رقم كبير على الحاجات دي برضو بس ويت. ماشي، اين ذهبت ال 70 مليار الثانيه؟ صح كده دكتور؟ أيوة. بالظبط. سؤال بسيط جدا، سؤال بسيط، سؤال حسابي بسيط. انت دخل البلد 157 مليار دولار وكنت مدين ب 43 مليار دولار، الفرق بين الاثنين 114 مليار دولار. ال 114 قول لنا يا سيدي، انت رحت جبنا قطارات جنرال الكتريك من امريكا، جبنا 100 جرار جديد، عملنا البرج الايقوني، اشترينا البضاعه دي من الصين والصين دفعنا لها بالدولار، رحنا عملنا المونوريل عملناه، رحت اقترضت قرض 10 مليار دولار عشان عملت شبكة الكهرباء مع سيمنز. احسب دولت الفرق كام يا سيدي العزيز؟ قول يا سيدي انت صرفت 30 مليار دولار، 40 مليار دولار. انا دلوقتي الناس تسامحني لان انا عمال بقول 30 و40 يعني، لكن قول يا سيدي كده، قول يا سيدي 50 مليار دولار. انت دخل لك فرق بقى من 50 من 114 كام يا سيدي؟ 64 مليار بالضبط. الدكتور محمود قال لك احد دول الخليج انفقت 92 مليار دولار. لا مش هو اللي قال ده، قال السفير الامريكي قالت كده، دفعنا 92 مليار. ممتاز جدا. الان لا، ده السفير الامريكي قالت كده وهو اضاف تاني وقال والسعوديه دفعت طبقا لكلام الاسرائيلي 16 مليار دولار في تيران وصنافير. يعني انت احسب كده 90 و116 يعني 106 مليار دولار. ايوه راحوا فين؟ عندك فلوس اتسربت. ما هو اي اقتصادي بسيط يا استاذ محمد كان يعرف، وانا قلت الكلام ده على فكره كثير، انا ما احبش اقول هذا الكلام، لكن الفلوس اتسربت بره مصر. والان الدكتور محمود بيقول يا حضرات، ده كلام الدكتور محمود، يا حضرات هاتوا أجهزة المخابرات والمخابرات عارفة مين اللي طلع الفلوس، وقولوا لهم يا حضرات رجعوا الفلوس عشان ننقذ اللي احنا فيه. وانت دلوقتي انت دخلت النهاردة في الداء التعوم رقم كام من يوم السيسي مجيه يا أستاذ محمد؟ ده الخامس تقريبا، واحد أول واحد يوم 3 نوفمبر 2016، تاني واحد يوم 21 مارس 22، ثالث واحد يوم 27 أكتوبر 22، وادي النهارده كمان اهوت يا استاذ محمد. 27 اكتوبر اللي فات ده، لا ده 27 اللي فات ده كان في تعويم؟ طبعا، ما هو كان وصلوا ل 24 جنيه، انما يوم 21 مارس ما كانش وصل لل 24، كان في حدود 22 19 كان 19 يعني، كان 19.60 تقريبا حاجه شكل كده. فالتعويم حصل في اكتوبر، تعويم حصل في اكتوبر وما زال هناك تعويم منتظر تاني. ايوه طبعا، احنا ما هنا لو انا احد الشباب اتصل بيا معاتبا لي، قال لي يا مصطفى انت مع الاستاذ محمد ناصر، نصحت الحكومه نصحتين اثنين، انت قلت لي يا مصطفى دلوقتي افرض صندوق النقد الدولي طالب من الحكومه تعمل تعويم، فانا قلت لحضرتك خلي الحكومه تاجل التعويم، فانت قلت لي لا، طب افرض الصندوق الح في هذا الامر، ايه رايك يكون التعويم كان؟ فانا جبت على حضرتك بما حرفه ان على الحكومه ان تسبق السوق السوداء وترفع سعر الدولار، والحكومه تسيب السعر شويه لحد ما يهبط شويه، لانك انت دلوقتي لما انت خليته 26 وفي السوق السوداء الان ب 29 30 31 32، والبنك المركزي مش قادر يغطي طلبيات الواردات، ده مش كلامنا، ده رئيس الوزراء بتاع مصر اللي قال انا عندي 10 مليار دولار في الجمارك مش عارف ادخلهم، يبقى معناها ان في ضغط لسه في الدولار، ومعناها ان البنك المركزي مش قادر يواجه الضغوط في الطلب على الدولار، معناها ان انا كبنك مركزي لن استطيع ان انا اقفز ان انا اوصل للسوق السوداء وان انا امشي معاه. ايه مصداق هذا الكلام كمان؟ انه خلى سعر الفايدة 25%، هو خلى سعر الفايدة 25%، احنا بنسميها في الاقتصاد سياسة التعقيم، انا عايز اجبر المصريين انها ما تروحش تفكر تشتري دولار،
فبرفع لك سعر الفايدة 25%. فلما برفع الفايدة تقوم أنت مباشرة بدل ما أخذ الدولار أنا بدي الفايدة. فلو أنا معايا مليون دولار، مليون جنيه الآن في البنك أو 100,000 جنيه أو 10,000 جنيه، أنا أقعد أقول آه يا الله مليون جنيه هاخد 25% فايدة. وأنا قلت كتير جدا للناس إن هذه ربا 25% فايدة يعني ربع مليون جنيه. فأنت لما تتكلم في ربع مليون جنيه يا أستاذ محمد، الراجل يقول لك الله أكبر، أكيد هتطلع 20,000 جنيه كل شهر مصاريف البيت والأكل، أنا كده ممتاز ده كده خلاص. خلي المحل اللي أنا كنت بأجره، لا أنا بيعه أمن محل جاي 6,000 و10,000 في الشهر. طب ده هيجيب لي 20,000، أبيع المحل. الورشة اللي عندي أوقف الورشة، الشقة اللي عندي بمليون جنيه خلينا أحط فلوس في البنك بقى واستفيد من البنك. بس إيه اللي هيحصل؟ هيجي عمنا البنك المركزي يقول حق وقف شهادات معدل 25% بعد فترة. فحيجي آخر السنة تقوم أنت تروح تجيب المليون جنيه بتوعك تشتري بهم الشقة أو بعت الشقة عشانهم أو بعت المحل التجاري بتاعك، تنزل السوق تجيب نفس المحل للأسف مش هتلاقيها، تشتري نفس الشقة مش هتلاقيها خلاص، الأسعار هتغلى عن كده. طب أنت ليه بتقول الأسعار هتغلى عن كده؟ لأن احنا نعلم أن أنت هيحصل عندك تضخم، والتضخم هيفقد القيمة. منين أنا بقول لك؟ أنا عندك مثال بسيط أنا لسه كنت بقوله من شوية. في 2015 لما حبوا يعملوا قناة السويس، الحكومة جمعت في أسبوع واحد 64 مليار جنيه. 2014 جمعوا 64 مليار جنيه وقالوا للناس احنا هنديكم فوائد، كانت الفايدة في البنك 8 وشوية، قالوا احنا هنديكم 12%. وأنا أعرف ناس في أمريكا حولت فلوسها لمصر، فقال لك أنا دلوقتي لو معايا 100,000 جنيه وحولت الدولار ابو 8 جنيه، كان في ايامها الدولار ب 8 جنيه و70 قرش او 8 جنيه ونص، فانا لو حولت ال 12,000 ونص دولار اللي معايا هحطهم في البنك يجيبوا لي ال 100,000 مثلا، هاخد الفايده من البنك في خلال كل سنه اخد 12%. 12% يعني بتتكلم في 12,000 جنيه كل سنه، لما اخد 12,000 جنيه كل سنه هتعمل لي انا اسف لا ولا يهمك يا دكتور عادي بتحصل. ال 12,000 جنيه في السنه بالنسبه لي كده بتحسبش. لا يعني كده يا دكتور. طيب انا بس معاك لحد ما تحسب لي او بتحسب الفايده اللي ممكن يستفيد منها الشخص ده. دكتور مصطفى حضرتك معانا؟ معاك مع حضرتك. اتفضل يا دكتور. فدلوقتي اللي هيبدا يحصل لي انا لا يحصل لي أنا كمدخر في الفلوس، لو أنت جمعت فلوسك بالفوائد 100,000 جنيه، خدت فوائد 5 سنين بقوا معاك 160,000 جنيه، وجيت تحسبهم على سعر الدولار اللي تم تعومه في 3 نوفمبر، هتلاقي فلوسك بقت 10,000 دولار. يعني أنت خسرت لك 2,500 دولار من إيه؟ من أصل مبلغك. يعني الفوائد كلها بقت أقل من الصفر، وأصل مبلغي كمان خسرت فيه لأنك عملت تعويم. حضرتك سألت الأستاذ محمود، الدكتور محمود، فبتقول له يا دكتور محمود دلوقتي ممكن ده يشجع الأموال الساخنة. لن يدخل مصر دولار واحد، دولار واحد من الأموال الساخنة طالما أن الدولار أمام الجنيه غير مستقر. ليه؟ لأن ببساطة أنا أديك مثال بسيط جدا. أنا يا سيدي دلوقتي دخلت لمصر مليون دولار، هروح للبنك المركزي أقول له تفضل يا حبيبي مليون دولار هم، هيقول لي والله سعر الدولار عندنا ب 26 جنيه، هيبقى لك 26 مليون جنيه عندنا، هنديك الفايدة على 26 مليون اللي هي ال 25%، وتفضل فلوس الفايدة. جه الراجل الأمريكي اللي اشترى اللي حول مليون دولار، جه في نهاية السنة لو أن مطمئن الدولار هيفضل ب 26 جنيه هيبقى مبسوط جدا وهيكسب وهينبسط ويمشي.
أما لو أنه توقع أن الدولار كل يوم بيزيد وأنت عمال تزود لأنك متفق مع صندوق النقد الدولي أن أنا هعمل مرونة كل يوم هغير السعر، فلو أنت عملت مرونة وكل يوم بتغير السعر ووصل الدولار ل 35 جنيه في السوق قدرا، أنا بفترض فرض مش حقيقة، لو وصل 35 جنيه هيفاجئ الراجل أن اللي خدوا ال 26 مليون جنيه زائد فوائدهم مش هيجيبوا له المليون دولار بتاعه مرة تانية أو الألف دولار بتاعه مرة تانية. دكتور مصطفى، طب ما هو في هو احمد معيط او محمد معيط او الدكتور معيط يعني كان طلع قبل كده قال ان احنا اتلدعنا بالمعنى البلدي يعني من الاموال الساخنه ثلاث مرات قبل كده في 2018 و2020 و2021 حاجه زي كده. اذا الاموال الساخنه دخلت يا دكتور برضو في ظل التذبذب بتاع الدولار. لا ما تنساش ان الدولار من 2016 ل 2022 من اول سعر 15 جنيه و60 قرش لحد 22 لحد مارس فضل قاعد 7 سنين مستقر وثابت. فاللي دخل فلوسه 2017 طلعها 2018 2019 2020 استفاد وخد. معلش يا دكتور، بعيدا عن الاموال الساخنه يعني هنجيلها، بس خليني انا اكلمك كمواطن عادي. أنا إزاي أحسب التضخم؟ الدكتور محمود قال بيختاروا سلة غذائية ويقيسوا أسعار الشهر ده عن الشهر اللي فات، والارتفاع ده هو نسبة التضخم. كويس. أنا ما عنديش أسعار، قعدت أقول للناس يا جماعة اللي سمعنا يقول أسعار، واضح إن الناس كانت إيه؟ لا اللي الكهرباء مقطوعة واللي كان في مشكلة عائلية والجو ده يعني محدش كان مركز يعني. طيب أنا دلوقتي عندي سعر فرخه كويس، تعرف تقيس لي عليه التضخم؟ يعني هو احنا لو خدت مثلا ثلاث سلع او خد سلعتين. لا سلعتين. انا عندي سلعتين فراخ ولحمه. كام؟ 2 سلع. ايوه، هما مين بقى؟ اللحمه والفراخ. اللحمه والفراخ ماشي، هنقيس عليهم. كويس. طيب. الحمد لله لقيت حاجه. حلو. الفراخ كانت ب 40 مثلا في منطقه الشهر اللي فات، الشهر ده 55. لا خلينا نقول 40 الفراخ اهوت، 40 الفراخ واللحمه بكام؟ اللحمه كانت ب 160. ب 160 كويس؟ ايوه. اجمع الاثنين مع بعض 40 سعر كيلو الفراخ 200 يعني 200 اللي هم يبقوا 200 جنيه. أيوة. كويس؟ هثبت الكميات، فهقول نفس الحكايه، المستهلك ده كل كيلو فراخ ب 40 جنيه برضك، كيلو فراخ وكيلو لحمه. الفراخ بقى بكام السعر الجديد يا استاذ محمد؟ الفراخ 55 مثلا على حسب كلامه هو. 55. واللحمه بكام يا استاذ محمد؟ 190 على حسب منطقتها يعني، خلي بالك انها من منطقه لمنطقه. احنا بنعمل مثال بسيط يعني. اوكي. اجمع ال 50 زائد ال 190، 55 زائد ال 190 يطلعوا كام يا استاذ محمد؟ 245. 200 45 صح يا جماعة؟ انا بقولها صح، 245 صح يا كنترول. ايوه 190 زائد 55 كنترول مات مظبوط. 235 245 245 يا علي، ما تراجعنيش في الحساب يا علي، ده انا اول دفعتي زي يوسف حسين كده. اوكي ماشي 245 مظبوط. ايوه. احسب بقى التضخم ازاي يا استاذ محمد؟ انا بحاول ابسط الفكره. قول 245 ناقص 200 يطلع عندك 45. ايوه. اقسمهم على ال 200 واضربهم في 100 يا حبيبي، يطلع لك بالظبط التضخم 22.5%. انا طبعا مش هسالك الاسئله الحساسه مين ال 100. لا لا ببساطه جدا. طب ليه حد حسبها لي هنا؟ في حد حسبها لي هنا حاجة تانية، قال لي التضخم، بص بيقول لي التضخم قياسا في الخمس سنين الأخيرة 285%. هو ما عملش حاجة مختلفة، هو اللي عمله غير سنة الأساس. أنا وأنت دلوقتي حسبناه للشهر اللي فات، مش الشهر اللي فات بس، فهو اصلا احنا لما بنيجي نحسبه بنحسبه سنوي.
اوكي. فدلوقتي الاستاذ اللي بعت لحضرتك هو حسبها من 5 سنين، فقال سعر كيلو الفراخ من 5 سنين كان بكام؟ الله اعلم، قول مثلا كان ب 18 جنيه مثلا او 20 جنيه مثلا مثلا، واللحوم كانت بكام؟ قول ب 160 جنيه مثلا، او قول كانت 120 جنيه مثلا. اوكي. فباخد سنه اساس جديده اللي هي من 5 سنين، اي، واقوم جايب الاسعار الجديده بتاع 2022، واطرح الفرق بين الاثنين واقسمه على السنه القديمه. كويس كويس، فهمت فهمت. مثال بسيط خالص، انا اديك مثال، مثلا اديك مثال عليا انا، خلينا نفترض ان انا وزني من السنه اللي فاتت كان 100 كيلو والسنه دي بقت 110 كيلو، كم نسبه زيادتي؟ 10 كيلو. 10 كيلو دي كجرامات، لكن اذا عايز انسبه للقديم فاقول 10 كيلو على 100 كيلو، يعني مصطفى زاد في الوزن 10%. فبدل ما انا بعبر بالجرامات هعبر عنه بنسبه مئويه. خدت بال حضرتك مع ازاي؟ احنا يعني دي بطريقه ببساطه، انا مش عايز اشغل الناس بتفاصيل اكثر. طيب، بنحسب حاجه اسمها كونسيومر برايس اندكس، اللي هو الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في سنه الاساس، وبقوم جايب حاسب رقم قياسي في السنه الجديده، واقول الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في السنه الحاليه ناقص الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في السنه الماضيه مقسوما على الرقم القياسي لاسعار المستهلكين في السنه الماضيه مضروبا في المئه. ده بالضبط معدل الضغط. طيب. دكتور معلش، يعني خلينا نرجع تاني لبوست كان كتبه الأستاذ مصطفى عبد السلام، وهو رجل اقتصادي، صحفي اقتصادي، وكان كتب بوست بيقول فيه إنه بعد اللي حصل النهاردة، وده اللي عايز أناقشه مع حضرتك، هو متوقع قفزات متوقعة في أسعار السلع خاصة المستوردة، قفزات في معدل التضخم والغلاء. خلينا بس نوقف هنا، يعني ماذا تعني كلمة قفزات في معدل التضخم والغلاء؟ ماذا تعني؟ يعني إيه قفزة؟ مش يعني مش يحصل ارتفاع عادي في التضخم؟ بيقول قفزة. شوف، أيوة، هذا كلام جميل جدا. وإخواننا الصحفيين الحقيقة زي الأستاذ مصطفى والأستاذ عبد الحافظ والأستاذ ممدوح الولي يفوقونا إحنا كاقتصاديين بمئات المرات في أسلوب الكتابة. يعني هم كتاباتهم بيخاطب بها الجمهور، احنا للاسف لغه فنيه معقده كده تجيب لك المرض، انما اخواننا الصحفيين دايما اشطر مننا احنا الحقيقه. فتعالى بقى الكلام الجميل اللي الاستاذ مصطفى بيقوله، بيقول لك ايه؟ قفزات في التضخم والغلاء. كويس؟ ايوه. المفروض يا استاذ محمد، يعني مثلا امريكا، اديك مثال على امريكا واوروبا، يعني بيبقى عامل لحسابه كبنك مركزي ان التضخم في البلد دي ما يتجاوزش 2% باي حال من الاحوال. فلما انت توصل 20% دي مصيبه. خدت بال حضرتك ازاي؟ ايوه. يعني انت دلوقتي عايش في اوروبا او عايش في مصر او في اي مكان، احنا لما تكون لو انت رحت تشتري رغيف العيش في اوروبا، او رحت تشتري ازازه الكوكا كولا في اوروبا، او ازازه زيت في اوروبا او في امريكا، هتلاقي الزيادات التي تمت لما يكون البنك المركزي محافظ على الاسعار لا تتجاوز 2%. لكن دلوقتي في امريكا التضخم اللي هم عمالين يحاربوا فيه وصل ل 7.1%. فالبنك المركزي الامريكي الاحتياطي الامريكي مش كل جنوده عشان كل شويه خفض، يعني من 3 شهور كان 8.3، الان وصل ل 7.1، المستقبل ينزل كمان عن 7.1، فلان هو عمال يحارب التضخم في البلد بسياسات مختلفه. احنا في مصر الان التضخم ما بقاش 1 ديجيت، بيسموه 2 ديجيتس، بقى التضخم من رقمين، ما بقيناش 2% ولا 3%، انت بتتكلم في 1%. فانت عشان كده كلام للأستاذ مصطفى مشكورا، واحنا لابد ان احنا نحييه من هنا، بيقول ان التضخم هيزيد بنسب اكتر بقى من واحد.
ذات، ما هو ده اللي انا بسال عنه، لان الاستاذ مصطفى صحفي ويدرك معنى الكلمه. نعم. كلمة قفزات غير ارتفاع تضخم، قفزات يعني جام، يعني هيحصل بالظبط. انت هتروح تشتري يعني علبة جبنة امبارح، هتشتري علبة الجبنة امبارح هتلاقي تمنها النهاردة اغلى. طب ما هو انا بقى كنت بكلم الدكتور محمود، لعل حضرتك سمعت ده جزء من الحوار، كنت بكلم الدكتور محمود على التضخم دلوقتي، فهو قال لي هو تقريبا دلوقتي 21.5 في الجنيه. يعني هو قال لي انه الجنيه قيمته اتخفضت مع التعويم الاولاني لحد دلوقتي 60%. كويس. فانت الجنيه يساوي 40 قرش. كويس. ال 40 قرش دي اخصم منها 21.5 تضخم، فيتبقى 19.5 حسب كلامه، يعني حسب الحساب. ماشي. حلو. كويس. التضخم دلوقتي يعني الجنيه دلوقتي يساوي 19.5 طبقا لكلام دكتور محمود وهبي. نعم. أنا بقى بسأل سؤال، لما الجنيه دلوقتي يساوي 19.5، الكلام اللي الأستاذ مصطفى السلام بيقول هتحصل قفزات في التضخم، هيبقى كام؟ حسب بقى، احنا هنقعد نعمل نقيس اللي احنا عملنا ده، هنروح نجيب نشوف الفراخ بكام واللحمة بكام، وإذا لقيت التضخم توقعك يا دكتور مصطفى، التوقع هو بيتوقع قفزات. لا ده أنا يا أستاذ محمد على قناعة أن معدل التضخم في مصر يفوق 40% أصلاً الآن. يعني تبقى لكلامك ده يبقى الجنيه لا يساوي شيء. طبعاً. أنا هديك مثال بسيط جداً والمصري. لا خليك معايا أنا، معلش يا دكتور أنا معوق ذهنياً في الاقتصاد. ده أنت أستاذ بالك عليا. محمد ما شاء الله. كلام الدكتور محمود وهبة إن الجنيه خسران 60% بعد التعويم. أيوه. اللي بيتبقى لي انا كمواطن 40%، 40 قرش. كويس. اخصم منهم 21.5 تضخم. ماشي. كلام حضرتك ان تضخم 40%، فاذا كده الجنيه خسران 60 قرش بعد التعويم. وحضرتك كويس. بتقول لي تضخم 40% يعني 40 قرش راحت. كويس. الجنيه صفر. تقريبا يعني انخفض هوا. ايه الدليل بتاعي يا زلمه؟ ايه الدليل؟ ايوه ده سؤال رائع جدا بقى. ده انت اللي سالته. والسؤال ده بقى انا عايز الناس في البيت دلوقتي هي اللي تجاوب على كلامنا. كويس. عشان احنا نشوف احنا صادقين ولا لا. كويس. لو انا يا استاذ محمد دلوقتي من 10 سنين قبل التعويم 2016 ماشي، من 10 سنين وكنت رايح اشتري عربيه كرولا مثلا، كنت ممكن تجيبها بكام؟ كنت ممكن تجيبها ب 70,000 جنيه، كانت الجديده ب 120,000 جنيه. من 10 سنين التيوتا كرولا كانت ب 70,000. تقريبا بتضرب مثل يعني. ده انا بضرب مثال يعني، ممكن الشباب تراجعني يعني، اللي قاعد في مصر الان هيبني على كلامنا. يعني قول خليها 100,000 عشان تبقى يعني مبلغ مقبول. قول 100,000 النهارده بنشتري عربيه كرولا من 10 سنين 100,000. 100,000. لو النهارده العربيه بقت ب 400,000 ايه؟ ال 100,000 بتوعي بقى يجيبوا لي ايه في العربيه يا استاذ محمد؟ يجيبوا لك يعني ايه؟ ال 100,000 مش هيجيبوا عربيه خلاص. لا ما يجيبوش عربيه. مظبوط؟ ايوه. الفلوس اللي معايا فقدت جزء كبير من قيمتها. كويس. كويس جدا؟ جدا. طيب خد بقى، كنت بشتري انا نفسي 2002 كيلو اللحمه ب 18 جنيه. فانا بقيت من اهل الكهف وبعثت وروحت مصر ورحت للجزار قلت له اتفضل 18 جنيه امك اديني كيلو لحمه. ايوه. هيعمل معايا ايه الجزار؟ ده يعني هيعمل حاجات وحشه. بالظبط. فمعنى كده ايه؟ ان ال 18 جنيه مقارنه بالسعر الجديد بتاع اللحمه لا قيمه له، معناها ان الجنيه هوى. اوكي. لدرجه انت لغيت التعريفه ولغيت الساغ ولغيت الشلن ولغيت البريزه ولغيت الربع جنيه، والجنيه كمان بدات تنزل منه عمله فضيه ونزلت كمان عمله 2 جنيه. يعني تقريبا يعني ببساطة خالص عشان الأمر يكون، أنت يا أستاذ محمد سنة 2000
كان ممكن 100 جنيه عم يمشوا البيت ولا ما يمشوهوش؟ لا يمشوا البيت. طيب دلوقتي 10,000 جنيه ما تمشيش البيت، 5,000 للأسر الفقيرة. طيب بناء على كده بقى انت بتقيس يا دكتور، بتقيس ده ان ده نسبة التضخم صح كده؟ بالظبط بالظبط نعم. طيب نرجع تاني لل 25%، وحضرتك ما شاء الله شرحتها وقلت انه كده انت بعد سنه اموالك دي هتقل قيمتها وهتخسر كمان اصل مالك، من جزء يعني من اصل مالك. بالظبط. والدكتور نعم. محمود اتفق معاك في الكلام ده، وده كلام محترم. طيب خليني بقى ارجع اقول لك، الاستاذ مصطفى سلام توقع برضو انه هتبقى في ضغوط على الجنيه، بس اديني الاستاذ مصطفى سلام توقع، اديني الله يخليك استاذ مصطفى، هتبقى في ضغوط على الجنيه، وهو لسه بيجيب الاستاذ مصطفى. ايوه لا 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 استاذ مصطفى سلام ما كان معانا يا جماعه. طيب فهتبقى في ضغوط على الجنيه، وبالتالي هتحصل مشاكل للجنيه المصري. ايه الضغوط، ايه نوعيه الضغوط اللي هتحصل على الجنيه؟ الله، ده سؤال رائع جدا. دلوقتي يا استاذ محمد انا بستورد، عايز مواد خام بشتريها، عايز اجيب، بنجيب عربيات من بره، بنجيب مواد خام من بره، بنجيب دواء من بره، بنجيب اكل القطط والكلاب من بره، بنجيب لبس من بره، كويس، كل ده بالدولار. فأنا دلوقتي في السوق، البنك المركزي بيقول لنا يا أولاد الدولار ب 26 جنيه. المفروض معنى الكلام ده إيه؟ إن أنا أروح البنك المركزي أقول له اتفضل يا حبيبنا، آدي الفلوس أهي، حولها لي دولارات واستورد البضاعة دي. المركزي يقول لي يا حضرة والله ما معيش، استنى عليا شهرين، استنى 3 أشهر، ده إحنا عندنا قوايم كتير، إحنا عندنا بضاعة في الجمارك. يوم الراجل التاجر ده ينزل السوق السوداء، يجي الراجل يقول له السمسار، يقول له الدولار عندك بكام النهارده؟ يقول له والله السوق ب 33 جنيه، بس انا مش لاقي. يقوم الراجل المستورد او اللي بيشتري ادويه او اللي بيتاجر في اغذيه يقول له لحد 40 جنيه هات لي. يقول له ازاي يا عم؟ يقول له انا عايز ب 40 جنيه. الراجل المستورد ايه يا استاذ محمد؟ عارف ان ال 40 جنيه دي هيحملها عليك انت كمستهلك. اي ما انا القميص اللي هبيعه لك ولا الحذاء اللي هبيعه ولا الدواء اللي انا جايبه مستورد هحمل لك ثمنه في البضاعه، فانا مش فارق معايا جبت الدولار ب 35 34 36 29، مش فارق معايا شيء. انا كتاجر يعني؟ انا كتاجر لا، هو فارق معايا لان انا كمان كتاجر هتعب اجيبه منين؟ ما انا انت هتتعب، بس انا اروح للسوق السوداء ولسه مصر اصحابي اقول له يا ابني على اي سعر هات لي الله يخليك. وبعدين تحمله علي انا كمستهلك، احمله عليك كمستهلك. تمام. فده جيب. يعني في الاسعار بقى يا استاذ محمد رفعت، اللي هو الاستاذ مصطفى قال لك عليها يعمل قفزات في الاسعار. طب معلش يا دكتور فهمتها، بس انا عايز اسال سؤال، هل الدوله مش ممكن تتدخل وتعمل كنترول في الاسعار ده؟ الله عليك يا أستاذ محمد، الله عليك في هذا السؤال. فعاد الرئيس السادات الله يرحمه، السادات كان عامل صندوق جوه البنك المركزي برضو، صندوق بس صندوق حلو. الصندوق ده جوه البنك المركزي يقول له لو هتستورد دقيق قمح سكر شاي زيت كل السلع التموينية دي احسب الدولار مثلا جوه ب 18 قرش. انا انا كبنك مركزي جاي لحصيله قناه السويس وحصيله البترول، اقول له يا ابني خلي لي الجزء ده للسلع اللي الناس بتاكل وتشرب بها واحسب دولارها ب 18، ده هو بره بجنيه. لا انا هنزل السلع دي ب 18 قرش في السوق. فيسيطر كده على الاسعار، فيسيطر كده على الايه؟ على الاسعار. اما جينا عملنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 91، قال له ده انت عندك سعر جوه البنك المركزي وسعر بره. قال له الغي الكلام ده. فلغوا الصندوق ده.
فلغوا، كنا بنسميه مجمع البنك المركزي. ده ايام عاطف عبيد صح؟ لا 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 لا، الكلام ده كله لحد يمكن 91. عاطف صدقي إيه؟ لا واحد لحد يمكن 91. عاطف صدقي إيه؟ لا 91. لحد عاطف صدقي إيه؟ نعم لحد عاطف صدقي إيه؟ خدت بال حضرتك؟ فانت عايز تقول لي يا دكتور انه الدوله عشان تكون تسيطر على الاسعار دي لابد انها تبقى من داخل البنك المركزي، مش الحملات التموينيه. استحاله الحملات التموينيه تنجح لان التاجر مش جشع. طيب ولا 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 الاسعار الاسترشاديه؟ استحاله تنجح الاسعار الاسترشاديه. اصل هم بيقولوا هيعملوا اسعار استرشادية. دي محاضرة كاملة يا أستاذ محمد، ثلاث ساعات بنشرح فيها حرفيا فكرة الأسعار الاسترشادية دي. ثلاث ساعات بنشرح ليه بتفشل وليه مش هتنجح. بقى حضرتك، بس أنا في فكرة تاهت عن بالي كنت عايز أقول لحضرتك عليها دلوقتي. هتيجي هتيجي هتيجي. الفكرة إيه بقى؟ انت بتقول لي يا مصطفى دلوقتي انت عامل دي في البنك المركزي الحصيله من الدولارات دي عشان اقدر استورد السلع اللي الناس عايزينها. في حل تاني؟ في حل تاني. انت السكر كنت بتستورده وكان عندك مصنع في الحوامديه للسكر. ايوه. الزيوت كان عندك طنطا للزيوت والصابون، موجوده في طنطا، كان له فرع في كفر الزيات وفرع في المحل. ده المنيا كان فيها مصنع للصابون والزيوت، وفي المنيا كان موجود فيها مصنع للزيوت، وكان عندك مصنع لقصب السكر، كنت بتجيب قصب السكر من الصعيد كله وقطار، وكنا بنصنع السكر في مصر. يبقى انا بقى كمان حته بعيد عن الموضوع شويه، بس انت عشان انت ايه بتفتح شهيتي للكلام، والجماعه اللي زي حالتي اصلا يتمنى يقعد يتكلم ليل بنهار، دي مشكلتنا يعني. جماعه المدرسين دولت اديله بس الميكروفون وسيبه. ايوه للاسف. مزعين على فكره. لا مش دلوقتي. لما انا اقول لحضرتك بقى ايه، انا اديتك مثال، لو انا انتجت داخليا، جت الحكومه دلوقتي هتبيع رمسيس هيلتون. هتبيع اي مصنع جديد، اي شركه عندك بتبيعها. ايوه. المصنع ده اللي انا ببيعه وجيه واحد عربي اجنبي فرنسي الماني قطري، سميه زي ما تسميه، اشترى المصنع ده، ماكدونالدز، اي مصنع اي شركه، في نهايه السنه هيجي يروح للبنك المركزي يقول له يا حضرتك يا باشا احنا متشكرين لك واستضافتكم لنا، وادي ارباحنا السنه ده، خد حولها لي دولار وابعتها البلدية. هيجي ايه البنك المركزي يقول يا اولاد الايه، ده انتوا كلتوا خير البلد وعمالين تبيعوا فيها وتشربوا مننا وتكسبوا مننا، وتنزح الدولارات اللي جوه عندي تطلعها بره. هيطلع بره الدولارات. عشان كده احنا بنحذر الحكومه، لا فكره البيع نفسها هتنزح الدولار من السوق وهتفضل. فكره ايه؟ فكره ايه يا دكتور؟ فكره ايه اللي هتنزح الدولار من السوق؟ فكره ايه؟ لما انا شركات اجنبيه كتيره تشتغل في السوق في مصر واحنا كمصريين ما ننتجش، يا سيدي انا تخيل انه في كتاب لاحمد باقي الدين، تخيل كتاب احمد باقي الدين اسمه حواراتي مع السادات. نعم. كان معترض على الانفتاح، احد اسباب اعتراضه اللي انت بتقوله ده، بيقول لما تيجي شركه اجنبيه تصنع جزم احذيه عندي فهي اخذت مكان واحد مصري بالظبط، وهتخرج بره عمله صعبه بالظبط. خد بقى مثال العكس، شركة أدفينا بتنتج مربى. أيوه وعملها مصرية وبتبيع مصري وبتصدر بره. ولما بتصدر بره بتعمل إيه؟ بتجيب دولار أو عملة صعبة يعني، فبقى بيزود عرض الدولار في السوق. طيب فلما بيزود عرض الدولار، شركة أدفينا دي ممكن ناخد منها قرشين نحطها في المجمع بتاع البنك المركزي عشان استورد به. طيب معلش يا دكتور، نرجع للاستاذ مصطفى، بس انا فهمت فكره حضرتك. هو بيقول ضغوط اضافيه على الجنيه والمدخرات الوطنيه تاكل القدره، اللي هيحصل يعني بعد النهارده تاكل القدره الشرائيه للمواطن، ودي معروفه يعني، المواطن الفلوس اللي في جيبه مش هتعرف تلحق على طلباته، صح كده يا دكتور؟ بالظبط، ما احنا نفس فكره التضخم. طب يعني معلش يا دكتور، انا عندي مشكله في القصه دي،
إذا كان دلوقتي الدنيا نيلة والناس بتشتكي وبتصرخ، طب بعد النهاردة بقى اللي هيحصل إيه؟ مجاعات. عمالين يقولوا الناس كل رجول الفراخ يا أستاذ محمد. يعني أنا دلوقتي خدت السلم بتاعك، بدل ما كنت بتشتري لحمة قللت لك اللحمة، قلت لك لا ممكن ناكل فراخ، لا ممكن ناكل سمك، ووصلتني قلت للناس كل رجول فراخ. ودلوقتي عدس، وبعدين مفيش عدس. عدس، العدس جميل مش وحش يعني. بس اللي بيحصل ايه دلوقتي يا استاذ محمد؟ ده اللي بيسموه علماء الاقتصاد بيسموه السبستيتيوشن افكت او اثر الاحلال. انا وصلت المستهلك عمال اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه، فبدا الحاجات الكماليه بالنسبه له راحت، الحاجات الاساسيه بدا يقلل منها، وبدا يدوبك ماشي على الضروريات. طبعا طبعا. لو انا عايز اروح لدكتور ممكن ما اروحش للدكتور. ما اكيد يعني ما عندكش، ما انت عشان اوفر الكشف. انا عندي بقى الصيدلي. انا عندي نقطه في عندي قصه في النقطه دي يا دكتور، بس خلينا هنوصل لها دلوقتي. هو بيقول انه اللي هيحصل كمان زياده معدلات الجوع والفقر والبطاله والجريمه. كان في مثل يا دكتور بيقوله لنا زمان في علم النفس، لو انت عندك حته جبنه وعندك فار يطلع ياكل حته الجبنه لقوه زي الفل، الراجل يعني تمام. لما بقوا فارين الدنيا برضو تمام، لما بقوا ثلاثة تمام، لما بقوا 10 فران على نفس القطعة بقى ياكلوا ببعض. نعم. هنا السؤال بقى، ما هو الأثر الأخلاقي على اللي جاي في مصر بعد القصة دي؟ الله أكبر، هو هذا هو أخوف شيء أنا اللي خايف عليه يا أستاذ محمد، لأن ده هينشر الفساد في أخلاق المصريين. لو أنا موظف يا أستاذ محمد والحكومة بتديني الحد الأدنى الأجور 3000 جنيه، وعيالي شايفين جارهم جايب جزمة جديدة لابنه ولا جايب لبس جديد لابنه، وابنه بيقول له يا بابا ده تامر صاحبي جاب عجلة، والراجل موظف ما معهوش، أول حاجة يفتح الدرج بتاعه يعني ياخد يتلقى رشاوى. يعني يتلقى رشاوي. أنا رايح أتجوز وجاي تقول لي ده احنا عملنا لكم صندوق وهتدفع 30000 جنيه، خلاص أنا والبنت هنبقى أصحاب، وتعالي يا بنتي لا جواز ولا تسجيل ولا غيره، بوي فريند وجيرل فريند، اصدقاء بقى بالمفهوم الغربي، ونعيش مع بعضنا. وابويا اللي قاعد مطحون طول النهار ما بقاش قاعد بص العيال، ابويا شغال يومين وظيفتين اتنين ورا بعض عشان يكفي البيت، فالست جايه جوزها جاي من الشغل تقول لك انا مستحيه اكلمه عن العيال، ده هو كتر خيره مطحون عشان ياكل الاولاد ويشربهم. لا ما هتبقى في هتبقى في زياده في نسبه الطلاق والحاجات دي. وكمان انا لو كنت ولد كويس ولقيت ابويا عمال يعاني يقول لك انا هروح اجيب توك توك، وابوه هيساعده كمان يروح يشتري توك توك او يروح يشتغل صبي في قهوه، ويروح الولد يتعرض يشتغل في توك توك، شايف قدامه اللي بيشرب مخدرات معاه في التوك توك، شايف المروانه بقت منتشره، الحشيش منتشر، الواد هيخش في السكه دي. ما كل ده احنا اتحمينا منه يا استاذ محمد، دلوقتي هتبدا بقى الدعاره تنتشر. ما انا شاب وعايز اتجوز مش لاقي يا استاذ محمد، ايه الحل بتاعي يعني؟ طيب بيقول برضو زياده الدين العام زياده اسعار البنزين، كانت الحكومه بتقول ان يوم حجنوا بقى يناير اللي احنا فيه ده 15 تقريبا او حاجه هيبقى في زياده للبنزين والسولار والغاز. يعني اثر ده يا دكتور؟ يعني هو يعني والله الناس ما مستحملها يا استاذ محمد، والله الناس ما مستحملها حرفيا. طيب دكتور معلش يعني زي بعده طول بالك، يعني القرار ده اللي حصل النهارده ده مش انتوا طالبتوا بيه؟ انا شفت اقتصاديين كتير طالبوا بتحرير سعر الجنيه او الدولار او غيره، يعني بحيث انه يظبط شويه السوق ويمنع السوق السوداء، بس من غير مصطلحات اقتصاديه. طيب حلو جدا. طيب ما القرار ده انتوا طالبتوا بيه يا جماعه، انا شفت اقتصاديين كتير بيقولوا يجب تحرير سعر، منهم هاني توفيق ومنهم وائل النحاس وناس كتير قوي، يجب تحرير سعر الدولار لان ده معناه انه هيقضي على السوق السوداء. تعليق حضرتك.
طيب انا مش هتكلم بقى في اقتصاد خالص، انا هاخدها ببساطه جدا عشان الناس تستوعب اللي بنقوله. يعني معنى الكلام ده ان السعر في السوق السوداء ب 33 جنيه، انا اخلي السعر 34 جنيه. ده التعويم الكامل. ان اي ده التعويم الكامل. السؤال دلوقتي بقى، لو احنا عملنا تعويم كامل، هل هيستطيع البنك في مصر يوفر للناس دولارات؟ لا، هو ليه يوفر الناس دولارات مش فاهم. يعني انا دلوقتي انت غليت الدولار ل 35 جنيه عشان تقضي على السوق السوداء. عشان اقضي على السوق السوداء كويس، وقضيت عليها الحمد لله كويس. هروح انا كمستورد دواء، طب ما انا بتاع السوق السوداء اروح اديك الدولارات. ما اديني هات الدولارات اللي عندك كويس، خلاص هدي لك الدولار، يبقى عندك دولارات. هيبقى عندي دولارات. السؤال بقى، حصيله البنك المركزي من الدولارات اللي جات له دي هتغطي وارداتنا ولا لا؟ ده السؤال المهم. طب ما هو انت عندك مليارات الدولارات في السوق السوداء. ما اذا كنت انا دلوقتي كام بقى؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. اللي عارف ده البنك المركزي. لو البنك المركزي عارف ان هو محتاج 90 مليار دولار وعنده 90 مليار دولار، هيوصل لك من بكره الدولار ل 35 جنيه. لكن هو ما عندوش. لكن ما عندوش. ما عندوش، والسوق مش جواه الفلوس. طيب مين بقى التفسير الاقوى بقى في الموضوع؟ اللي قاله الدكتور محمود، اللي هو ان الفلوس اتسربت بره البلد. وانت مؤيد الفكره دي؟ ده يعني انا بقولها لك، واحد زاد واحد بيساوي اتنين. احنا بس عايزين الدليل قدامنا بس. طب معلش يا دكتور، هو انت مع الدكتور محمود ولا مختلف معاه او متفق معاه في انه يذيع؟ هو بيقول انا عندي مشكله نفسيه او اخلاقيه. لا بالعكس، انا معاه ان هو يذيع. هو مش عايز، هو بيقول انا مش عايز اكون خصم مع الدوله. بص يا استاذ محمد، الامريكان علمونا حاجه حلوه قوي، الصراحه والصدق في التعامل مع الازمه هيوصل لك للحاجه. زي الدكتور ان بالظبط، والله العظيم ثلاثة، الطبيب في أمريكا المريض قدامه يقول له أنت فاضل لك ثلاث شهور في الحياة حرفيا. دامك ثلاث شهور ابدأ اعمل اكتب وصيتك وشوف أملاكك ووزع أمورك ودبر حالك. أنت في مصر استحالة الطبيب يقولها لك، يقول لك ده أنت بخير، ده أنت أسد، دي حاجة بسيطة، ده حاجة بسيطة، ده احنا عايزين نجوزك. ان شاء الله. ففي فرق كبير جدا. انت مع ان هو يذيع؟ يعني انت مع انه يذيع؟ هو احنا كل برنامج حضرتك يا استاذ محمد من يجي 12 سنه على فكره ان احنا عايزين نصارح الناس بالحقيقه. انت طيب، الان صلب المشكله في مصر، لو انت صارحت نفسك بالحقيقه هتعرف تحلها. طيب خليني اسالك سؤال، تاثير قرارات النهارده على مجالي الصناعه والاستيراد، خلينا في الصناعه، ما هي مستقبل الصناعه في مصر الان بعد القرارات دي؟ طيب. انا قاعد اسال ناس سؤال، انا لما انا عندي 25% فوائد بنك، انا ليه اروح احطها في مصنع وقرف وبتاع وضرايب وعمال وتامينات صحيه؟ بعض الناس قالت ده هيحصل مشكله او ركود في المجال الصناعي في مصر. هو بس خلينا اكون امين جدا معاك يا استاذ محمد. اتفضل. لو انا رحت اخد قرض من البنك مش هيديني ب 25%، هيديني باقل من كده. ما هو اعلى من 25. 25 دي للشهادات للمده سنه. قصدك قرض، اوكي. انا بقى رايح كراجل صناعه عايز اعمل خط انتاج جديد، فرحت للبنك قلت لهم ادوني بقرض، فقال لي هنديك قرض ب 18% 19%. مش هيديني بال 25، 25 دي شهادات خاسرة للبنك. تمام. والخسارة دي هتحملها عمنا محافظ البنك المركزي، يبعت لبنك مصر والبنك الأهلي فلوسهم. مظبوط؟ ده عشان صندوق إن أنا بقى بنفذ به ما يعرف بالسياسة النقدية. أوكي. فدلوقتي أنا لما آخد فايدة ب 18% و 19%، مين اللي هيتحمل الفوايد دي يا أستاذ محمد؟ أيوه. أنت كمستهلك نهائي. كويس؟ اي ولا دي فيها صعوبه؟ لا 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 لا، تمام جدا. يعني انا خدت مليون جنيه قرض، فهقول الفايده 20%،
بقوا 1,200,000 جنيه، هحط ال 200,000 جنيه في تكاليف الانتاج، واقول لابننا اللي ماسك التسعير ادي عندك تكاليف بتاعتنا اهي، غلي اسعار القمصان، الاحذيه، الحلويات، كل حاجه ارفع ثمنها. كويس؟ كويس. الراجل اللي قاعد في الصين ومستخبي في الذره في الصين، لا القميص بتاعك بقى غالي. أي. فقام الراجل المستورد في مصر قال لك طب ما انا اروح الصين وابعت كونتينر قمصان، والقميص في مصر بيتباع ب 150 جنيه او ب 200 جنيه، انا هبيعه ب 100 جنيه، لان اللي في الصين، التاجر اللي في الصين معلوش فوائد 20%. فتقوم مصر تتحول لبلد قويه جدا ان انا اشتري منها، ان انا ابيع فيها، مش ان انا اشتري منها. لان انا كمصري رايح انافس التركي، الاتراك بتنتج بناطيل جنس مثلا واحنا بننتج نفس البناطيل. عمنا اردوغان قال لهم انا بقى هخفض سعر الفايده، واردوغان وصلها دلوقتي يمكن تقريبا 8%. اردوغان كانت الفايده عنده 24%. ايوه. اردوغان اقل 3 من رؤساء البنك المركزي عنده. ايوه. ليه؟ لان هم بيفكروا بالتفكير المصري ان انا ارفع الفايده عشان الناس ما تشتريش دولارات وافضل محافظ على الليره. اردوغان قال لهم لا، ده انت بتزود لي تكاليف الانتاج، هتخلي الناس عندي تيجي تبيع عندي. فاردوغان قال له خفض الفايده، ووصل لخفض الفايده لحد كام؟ بقت كام دلوقتي؟ كام؟ 8%. فيقوم القميص التركي ينافس القميص المصري، التركي المصنع التركي بيتحمل بفايده 8% والمصنع المصري بيتحمل 20%. يوم مين اللي يكتسح السوق؟ التركي او الصيني. التركي او الصيني. طب المصنع بتاعي بقى اللي في مصر اللي راح خد قرضه وبيدفع فوائد، ده مشغل 100 عامل ولا القمصان بتاعته ما بتتباعش، فبدل ما انا مشغل 100 عامل هقوم اقلل من عمال. يبدا يحصل عندي الاثر الثاني، يبدا العماله او الطلب على العمل يبدا ينزل يقل، يوم يبدا البطاله تزيد في البلد. خدت بال حضرتك ازاي؟ على حين المنافس التركي ليا او المنافس الصيني باع قمصان في مصر، فيقوم المصنع التركي يقول يا ابني انا مش ملاحق، انا مشغل شفتين اتنين ومش ملاحق، هات لي عمال كمان. عمال اتراك. عمال اتراك. وبالتالي يزيح العامل المصري. وبالتالي انت في مصر لما بترفع الفايده انت بتوفر فرصه عمل في تركيا او في الصين. وبتقطع فرصه عمل لمصري داخل البلد باسره بغيره يعني. يقوم بقى الصينيين عفاريت وقول له تعالى انا هديك بفايده ممكن 0.5% او 1%. يقوم اما يخش السوق ينافسك بقوه يجيبك الارض. فهمت يا دكتور؟ يبقى ده تدمير كامل للصناعة المصرية. طب خليني بس أتوقف شوية دكتور عند حاجة. أحمد موسى طلع يرد على الدكتور محمود وهبة، وطلع يقول له أنت إيه بقى؟ نسمع كده أحمد موسى بيقول للدكتور محمود وهبة إيه؟ اللي اسمه محمود وهبة اللي خد فلوس البنوك وقعد في أمريكا، قال لك هيعلنوا الإفلاس عشان مش عارفين يسددوا. لا سددنا. بنقول لك يا محمود وهبة، مصر لا يمكن تعلن إفلاسها، مصر بتسدد وعليها كل الالتزامات بتاعتها بتسددها قولا واحدا، عمرها ما تأخرت ولا عمرها هتتأخر. انت نفسك يحصل ده، مش هيحصل يا محمود يا وهبة، مش هيحصل. اللي انت أمنياتك لن تحدث. انت عايز عن بلد دي يحصلها انهيار يعني؟ طيب البنك المركزي بشكل واضح اهو عنده تسدد 2.5 مليون دولار من من الديون اللي علينا امبارح، اعلن بشكل رسمي خلال شهري نوفمبر وديسمبر. يبقى انت عندك دولار جاي منين؟ ناس بتسال وانتوا فين الدولار جاي منين؟ في مصادر للدولار. ايوه انا بقول لك في مصادر للدولار. الله، مش في حاجات في عندك اشقانا في دول الخليج بيدخلوا في حاجات وشراكه في حاجات وصناديق سياديه في حاجات وبيدفعوا بالدولار ما بيدفعش بالجنيه المصري. طب في حاجات اخرى داخله لك، في عوائد مهمة كمان من قطاع السياحة
نعم ايوه، في عوائد مهمه من قطاع السياحه، ده دي فلوس جاهزه بتدخل مباشره، لانه عندنا وربنا يزيد ويكرم، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير، عندنا الحمد لله الفتره ديت اقبال سياحي، عندنا سياحه كويسه، ربنا يزيد ويكرم، حد يزعل من ده؟ انا بقول لك اهو في مصادر، اهو مصادر دخل، عند قناه السويس كل يوم، كل يوم قناه السويس في فلوس داخله البنك المركزي، يوميا دولارات داخل البنك المركزي من قناه السويس كل يوم، كل طلعه شمس بيتم تحويل اموال، سفن بتعدي رايحه بورسعيد وسفن رايحه السويس، اللي رايح الشمال ورايح الجنوب، دول بيدفعوا فلوس داخل البنك المركزي، فانت عندك حصيله دولاريه داخله لك يوميا، عندك استثمارات. سريعا رد محمود احمد موسى على الدكتور محمود وهبه بانه مصر، هو على فكره احمد موسى محمود وهبه لا يتمنى، الدكتور محمود وهبه الدكتور لما تتكلم انت عنه تقول له دكتور، لا يتمنى ان مصر تفلس، والراجل اعرب عن اسفه او عن اسفه لانه كل توقعاته حصلت، فما حد ولا احنا ولا الدكتور مصطفى شاهين حدش يتمنى ابدا، احنا نتمنى سقوط النظام لكن لا نتمنى ضرر لمصر. لا سيبك من السوء السوداء. طب يا دكتور مصطفى معلش ده كان رد سريع، خليني احنا عرفنا دلوقتي تأثير ده على الصناعة وانها هتوفر فرصة عمل لعامل بره سواء كان تركي صيني، ولكن تأثيرها على عمال او معاناة عمال اليومية في مصر وده بعد الغلاء، وده كان مثار تقرير حد عامله معرفش مين اللي عامل الصفحة دي بيتكلم على الطبقات اللي تحت دي بقى اللي هم عمال اليوميين، حضرتك سريعا كده ممكن تديني فكره عن تاثير اللي حدث ده على عمال اليوميه؟ هو شوف يا استاذ محمد بامانه شديده جدا دي الطبقه اللي فعلا تحتاج لنظر مننا احنا كمصريين، وانا قلت هذا الكلام كثيرا ان هؤلاء طبعا مع ارتفاعات الاسعار الناس دي هتوصل لاوضاع صعبه جدا ديا، ما انا دلوقتي رايح ابني بيت انت موقف له الرخص، الشقق ما بتتباعش، عندك عقارات حالها واقف في البلد، فالراجل النجار الراجل السباك الراجل الكهربائي اللي كان بيشتغل اللي انت كنت تاخده بالحجز ويقول لك انا جاي لك بعد اسبوع ويتاخر عليك يجي لك بعد اسبوعين اتنين ويسيب الشغل هنا يروح للشغلانه الثانيه، ده بقاش لاقي شغل دلوقتي. طب بقول لك يا دكتور انا عندي سؤال ليك اللي شاغلني دلوقتي، يعني فضل. الدكتور طه حسين في بدايه او في مقدمه كتاب اديب بيتكلم على صفات الاديب انه لا يستطيع ان يحتفظ بشيء لا بد ان يعبر، فاذا عبر عن موقف راه او لقاء مع شخص فهو اديب، هو كاتب كده في المقدمه يعني. نعم. انا دلوقتي جوايا حاجه عايز اسالك عليها، بس يعني اكيد انتوا تدرسوا الاقتصاد من كل الجوانب صح؟ من كل جوانبه. سؤالي بقى دكتور، ما هو التأثير النفسي على الأفراد في هذه الأزمة أو في بعد هذه القرارات؟ إيه التأثير النفسي؟ يعني ده احنا هنسألك بعد كده إيه نصايحك، لكن دلوقتي ما هي التأثيرات النفسية اللي رصدتوها أنتوا كعلماء اقتصاد على الأزمات الاقتصادية اللي زي دي؟ هو في علم الاقتصاد حتى الآن يا أستاذ محمد الجانب ده مفتقد. ماله؟ الجانب ده مش موجود. يعني كاقتصاد نفسي احنا بكل اللي احنا بنعمله بنحاول نفسر سلوك المستهلك اللي بيقدر يعبر عنه. فأنا عايز أقول ليه حضرتك اخترت الكرافتة الصفرة دي بدل الحمرة دي؟ ليه أنت اشتريت الساعة دي؟ ليه احنا بنشتري بنزين؟ ليه اسعار البنزين بتغلى؟ لكن في شق اخر لعلماء النفس بيحاول يربط بين الاثنين بقى، وده في الغرب متقدم جدا، يقول ايه اسباب الانتحار او ليه اسباب الجرائم تنتشر. في جزء بيسموه كريمنال جاستس اللي هو العدل الجنائي، بيجي هو بقى الحكومات تعمل برامج برامجه الخاصة، اللي البرامج الخاصة دي بتقوم على هذا الأمر ان احنا ندرس السلوك. فنيجي مثلا
الحكومة تقول لا أعانة البطالة. ليه عمل أعانة البطالة؟ أما تيجي الفكر الاقتصادي من 100 سنة ما كانش فيه النقطة دي. يعني النظرية الاقتصادية اللي بدأت مع عمنا آدم سميث ما كانوش بيؤمنوا بإعانة البطالة ولا دعم الفقراء ولا الكلام ده كله. لكن لما حدثت أزمة 29 بدأ علماء الاقتصاد طيرهم على أدين كنت يقول لا لازم احنا الحكومة تتخذ الفقراء. أيوه. فتيجي في بلد زي أمريكا حرفيا في منطقة من المناطق واحد مطلع مسدس ليا يقول لي طلع اللي في جيبك دلوقتي فممكن يقتلني وأنا ماشي بشارع بالشوارع كويس. فتيجي الحكومة تقول لك إيه؟ أي واحد قاعد من غير شغل أنا هضمن لك مرتب وأكلك وشربك وسكنك هندفعه لك، بس المهم ما تطلعش شايل السلاح بره. ومد عشان النقطة اللي حضرتك بتثيرها دي الجانب النفسي ده، تقوم الحكومات تلعب دور مهم جدا جدا علشان تحمي المواطن، عشان المواطن ما يخشش في السلك الإجرامي. تعال يعني أديك مثال بسيط. المحافظ اللي قبل الست اللي موجودة الآن الجوفرنر كان اسمه ريك سنايدر، هنا محافظ الولاية اللي أنا عايش فيها، جاء هو جاء من الحزب الجمهوري فقال أنا بقى مش هدي إعانات للناس غير ما أعمل تحليل المخدرات لهم، واللي حاليا بيشرب مخدرات هستبعده. كويس. الدنيا انقلبت، قالك ما صاحبنا اللي مخدر ده هو اللي هيطلع لي في الشارع بكرة يضربني بالسلاح برة، وصاحبنا اللي مخدر ده عنده 5 عيال وست عيال عايز يأكلهم، فأنت ما حرمتوش هو، ده أنت حرمت بيته، حرمت أنا كمجتمع من سفت من السلام. خدت بال حضرتك يا أستاذ؟ خدت بالي. فهنا بتدرس وبقوة بس فرع آخر غير الاقتصاد الحقيقة. بس أنت قلت حاجة مهمة دكتور من شوية دلوقتي، إنه الاقتصاد بيدرسه فكرة ليه بشتري الجرافطة البيضة دي بالبدلة دي ما بشتريش التانية. أنتوا في الاقتصاد بتدرسوا القصة دي صحيح؟ دكتور مصطفى؟ طيب واضح إن لاحظنا بس كابتن عباس بدأ يبلغ مذيعينه يقولوا نفس الرسالة، وهي إن إحنا الدولة بندفع ديوننا في مواعيدها المناسبة. أهو طالع يوسف الحسيني بيقول مصر تبني اقتصادها وتسدد ديونها في مواعيدها، طالع أحمد موسى يقول مصر بتسدد ديونها. الرسالة اللي وصلت لهم من سامسونج مصر زي الفل وبتسدد ديونها. البازة فندي بس زود فكرة إني بكرة تعرفوا قيمه الجيش وماذا صنع الاقتصاد. لا سيبك من أحمد ده سيبك. هيجي يوم يعرف فيه المصريين قيمه ما قدمه الجيش اقتصاديا من 11 لحتى الآن. اتكسف واخجل من نفسك، اتكسف اختشي عيب. الناس عرفت ماذا قدم الجيش، مش ماذا قدم، كيف هرب الجيش الأموال برة أو بعض قارة الجيش. رغم الأزمة العالمية مصر تبني اقتصادها وتسدد ديونها، ده نفس النص اللي قاله أحمد موسى بالنص في الفيديو اللي عرضناه، مصر بتسدد ديونها ومش عارف. فهو عايز يقول لك إن الدنيا سلام وزي الفل. على كل حال إحنا نتمنى ده، لكن المواطن مش هيصدقني أنا ولا هيصدقك أنت. المواطن هيصدق جيبه، يعني المواطن مش هيصدقني ولا هيصدقك ولا نعترف ببعض. أهو الجهاز المصرفي يقوم بعمل على امتصاص وكبح التضخم الهائل، قرارات طرح شهادات 25% تساهم في خفض القوة الشرائية، وهو أمر يعمل على ضبط الأسواق. يا سلام دكتور مصطفى، هو معانا دكتور مصطفى؟ لا ده لازم يبقى معانا. الشهادات 25% دكتور مصطفى أنا سامعك. أنا قفشنا حاجة دلوقتي، أحمد موسى طلع يقول الجهاز المركزي الجهاز المصرفي يقوم بالعمل على امتصاص وكبح التضخم الهائل، قرارات طرح شهادات 25% تساهم في خفض القوة الشرائية. كلام جميل. وهو أمر يعمل على ضبط الأسواق والأصول الأسعار العادلة. لا اظبطها لي دي يا دكتور.
ايوه دي بقى اللي احنا سميناها سياسة التعقيم. انا رفعت الفايدة عشان انت ما تصرفش، وعشان انت تجيب الفلوس عندي في البنك تقوم تقلل استهلاكك.